ركد بركد، رايحين جايين رايحين جايين، هيك كنا وهيك رح منضل. وبنص الطريق بيطلع لك مليون حجر. قد ما بتستهلكنا هالحياة بدك شي هدي، أهم شي تكون الدعسة ثابتة، وهيدي بدها معلمي. أنا كنت درجة وهيدا شغلي. هلا الشباب سلموني الكاميرا على اساس عم فتش على الشيف شادي، بس ما لقيت الشيف شادي لانه محطتنا تالي مع رشه ملح. عبي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم للتاني فقره. كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ خليك بس شوي. بس قول بندوره حاولي خذي الخيار. ايه رح جرب. بس قول خيار خذي البرغل، يعني اليوم الحلقه رح يعطيكم العافيه شباب. شيء كثير ثقيل هي، بس لا خذي وجهي هون فيس هيك فيس تو فيس. تعال تشوف. اوه بتجنن ديك بقلب الكاميرا مهضوم. بس مرات الكاميرا بالمرة نصور. يلا يلا لك نرجع منبلش. واحد اثنين ثلاثة. اوكي شكرا لغادة كمان على تصوير الشيف شادي او بداية كمان رشة ملح. انا كتير بشكركم. عندنا 13 دقيقة هلا. اوكي انتبهوا، مش الحق علي، حق على الكاميرا. اوكي شو بلشنا؟ بلشنا نحضر سلطة القرفلي. جينا على الطنجرة حطينا فيها البصل الناعم، كمان المفروم اكيد البصل الناعم، مع شوية زيت قليناهم، مع الثوم المفروم، وضفنا عليهم كوب واحد من البرغل الناعم. فيكم تستعملوا كمان البرغل الخشن، فيكم تستعملوا الابيض او الاحمر او بما يسمى الاسمر. وبعدين ضفت عليهم لكل كوب، ضفت له كوب واحد من المي اللي عم تغلي او مرقة الخضرة، وطفيت. يا سلام، اذا كان البرغل خشن منخليه يغلي شي 5 دقائق لانه بده يستوي شوي صغيره. طيب البرغل الناعم تركناه لكم بقلب الطنجره حوالي 10 دقائق، وبعدين فرشني على او بقلب صينيه كبيره. طلعوا هون صار عندي لكم هالبرغل هالناعم الاسمر او الاحمر مفروش بهالطريقه كمان الحلوه. خلينا نشوفه اعمله معروف. واو بعقد. وجعنا فتفتناه، يعني جينا فركناه بايدينا او بالملعقه. طلعوا اذا كان شي معلق بتفتفتوا، والبصل مبين والثوم كله سوا. يا سلام يا شيف شادي. حدنا شو في؟ في عنا فلافل حلوة الخضرة، عنا الفلافل حلوة كمان الصفرة، عنا من البقدونس أو وراء البقدونس الحلوين، عنا من الفجل. يا سلام الفجل قديش طيب يا شيف شادي. وعنا من البندورة الكرزية أو التومات سوريز أو بندورة مقطعة عادية، ما عنا أي مشكلة. الحلو بهيدي السلاد لانه ما بتحتوي على خضار ورقيه، يعني ما في خضره بقلبها مثل الخس، مثل الركة، مثل البقله، مثل يعني هو ما يعني نحن شو لازم نعمل؟ فينا نخلطها مع الحامض وفينا نحطها بالبراد مشان تسقع مزبوط وبعدين بنقدمها مثل السلاد اللي اشتغلنا فيها كمان امبارح. اللي راح اعمله هلا عصير حامض يا شيف شادي. عم بعتمد دائما الصلصات للسلطات تكون صلصه اللي كثير بنعرفها والكثير بنحبها، اللي هي هالحامض مع زيت الزيتون ملح وفلفل. هلا بعض المرات اكيد عم غير شوي صغيره، اوكي عم نعطي افكار. فينا كمان نضيفوا عليها من المايونيز، فيكم تضيفوا عليها من الخردل بيعطيها طعم كثير طيب، شوي صغيره من الخل، شوي صغيره من الصويا، اللي بدكم اياه. سويت اند ساور صوص شوي صغيره بقلبها، اويستر صوص. شو بعد يا شيف شادي؟ زيت حر، يعني في كثير من القصص. يلا يا شيف هون شوي صغيره من الملح، شوي صغيره كمان من الفلفل، بنحرك هالمزيج كله سوا. اكيد بدنا نضيف بعد شوي صغيره من الملح كمان. يلا هون بنضيف هالخضره كلها سوا. طلع واو، كلها 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 الكميه كلها يا شيف شادي. هون عم نعمل سلطه قرفلي. هلا بتقولوا لي من وين هيدي السلطه؟ انا حسب ما قريت وحسب ما عملت هيك بعض الابحاث وصلت وعرفت. اوكي ممكن تكون كمان المعلومه، لانه مش كل المعلومات اللي بنقريها على الجوجل ممكن تكون صحيحه، فتاكدوا دائما من مراجع تكون اساسيه وتكون كمان معترف فيها عالميا صحيح، لانه مرات كثيره بنقرا اشياء وبنرجع بنقرا اشياء مرادفه لها، يعني لانه يمكن شاف اسمه مدري شو، يمكن لانه مطعم، يعني هالقصص كلها سوا. المهم هالخضره كلها صارت هون، بنروح نحن يا شيف شادي هلا على هالبرغليت اللي صاروا باردين يلي مطعمين خلينا نقول بالبصل وبكمان الثوم. يا سلام هيك. واو
وهلا بنجي كمان بطريقه كمان جميله وعلى مهلنا، بنحرك كمان هالمزيج كله سوا. تطلعوا كيف مع الحامض، مع ما قلنا قبل بشوي بنضيف له شويه ملح اوكي وشويه فلفل بعد، ويا بنضيف. وهلا بنروح من بعد ما نخلط هالسلاد الحلوه على البراد، وبنقدمها حوالي كمان الساعه 12:30 بطريقه جميله. هلا بتقولوا لي بتشبه التبوله لانه فيها برغل، ممكن ما بعرف انه هيك لانه فيها بقدونس شوي وخيار وبندوره، بس تاكدوا هالسلطه ولا اطيب من هيك يا شيف شادي. اندو تروى. يعني برغل، يعني بصل، يعني توم، يعني زيت زيتون، يعني عصير حامض، يعني زيت زيتون بنقلي فيه البصل شوي، وزيت زيتون بنحطه مع الصلصه كمان شوي صغيره، اوكي؟ يعني مع الحامض وملح وفلفل، وحطينا الفجل، فلفل اصفر او احمر، ومع كمان الفلفل كمان الاخضر، فيكم تحطوا بقلبها كمان من الخيار، من البصل الاخضر، من الكراد اللي بدكم اياه. حبينا الموضوع ستوب ذير. بيرفكت، يلا. بنتقل لهون. هون عندي نقعة رح ننقع الدجاج. هالدجاج رح ننقعه بخلطة من زيت السمسم، النشا والسمسم. وبعدين بنغطهم بالسمسم وبنقليهم. يعني أول شيء عندي شرائح الدجاج. شريحة فينا ناخذها هيك بهالطريقة، تطلعوا تكون شوي صغيرة كبيرة، يعني ما تكون صغيرة، شريحة صغيرة. طلع ها انه بهي الطريقة بدها حوالي شي 3 دقايق 4 دقايق بالزيت بتطلع بتعقد بالجنب. خلونا نبلش لكان. انا عندي ملعقة هون، وعندي هون من زيت كمان السمسم، وعندي من النشا. رح اخذ 3 ملاعق كمان، ها طلعوا كيف، من النشا. رح حط عليهم نشا الذرة اكيد، حط عليهم من زيت السمسم. بحرك شوي تنشوف صار عندنا خليط مثل اللبن، او خلينا نقول لبن يعني ها نوعا ما، يمكن زدت شوي صغيره من الزيت. رح احط شوي صغيره بعد من النشا مش اكثر. طلعوا كيف هيك صار منيح، يعني هيدي هالكميه هيك، او هالكثافه خلينا نقول، او هالدونسيتي الموجودين فيها. طلعوا كيف ها صار عندنا اياها بهالطريقه. واو يا شيف شادي. بنروح على السمسم الناي او السمسم المحمص. طلعوا كيف، واو. كمان حرك يا شيف شادي، حرك مزبوط. خي صار عندنا لكن النشا مع زيت السمسم والسمسم. شو رح نعمل هلا؟ اللي بنعمله انه بناخذ هالدجاج اللي عندنا، هالشرائح، لانه هون عندي انا بعد هون عندي صدرين من الدجاج، وبخليهم كمان لبعدين، فيني اشويهم، فيني احطهم بالفريزر اذا كنا جبناهم طازه من دون اي مشكله، بس انا ما رح اقليهم كلهم. حطينا هيك وبنجي يلا طلعوا شو عم بيصير. شفتوا كيف؟ خلي هيك تطعم مزبوط هالشرائح بزيت السمسم وبالسمسم. قبل ما اقليهم راح غطهم انا بالسمسم الني ونكبهم بالزيت، بس قبل خلونا نحطهم على القليله بالبراد بهالنقعه لمده بتتراوح بين الساعة للساعتين. هلا بتقولوا لي فينا نخليهم لتاني نهار؟ فينا نخليهم كمان لتاني نهار، بس مش اقل من ساعة، اوكي؟ وبعد ساعتين بيكونوا بيرفكت، يعني بيكونوا كثير منيح بعقده بجننوا. اوكي يا شيف شادي. لكن عندنا السلاد الاورفلي بالبرغل رح تفوت على البراد بعد شوي. عندنا كمان هالنقعة او نقعة كمان الدجاج بالسمسم، لوين رح تروح؟ كمان على البراد، ورح نحطهم حد بعضهم هون بطريقه كمان جميله. واو. رقم ثلاثة يا شيف شادي، عندنا بصله عادي. اللي رح اعمله انا رح اجي اقطع هالبصله شرائح، ما ضروري كمان يكونوا كثير كثير كثير، يكونوا كمان مفرومين ناعم. رح اقليهم مع حص من الثوم ومع نص كميه الخليط يلي بدي احطها تأعمل ريزوتو أي فروتي دي ماري، يعني الرز على الطريقة الإيطالية، لأن هو اسمه رز بالأول، وبس أنتوا تجي تعملوه، يعني نجي نعمله على طريقة الريزوتو اللي هي طريقة يضاف على الرز مع الأشياء اللي بقلبه المي أو المرقة اللي عم تغلي شوي شوي. يعني أنا اليوم حكينا قبل بشوي ورح ارجع احكي بعدين انه في عنا انواع كثير من الرز الايطالي او حبوب الرز
منا الكارنارولي او الفيالوني نانو، اوكي، او الاربوريو، فينا نستعملهم تنعمل فيهم ريزوتو. ليش هيدي الحبوب؟ لانه هيدي الحبوب بتحفظ لنا حبه الرز، اوكي، يعني هيدا النوع من الحبوب بخلي حبه الرز ما تستوي عنا كثير وتضلها الدنتي. لكن انا شو عم حضر هلا؟ البصل، الثوم، عندي الفرويدو مير هون او السيفود رح نشوفهم شوي صغير يطلعوا فيهم، انا شاري كيس فروزن بقلبه فيه هالكلاماري، بقلبه فيه كمان هالصبيضج، بقلبه فيه هالمسلز او المول البالورد، في كمان حبوب من الشريمس اللي بدي اعمله بشيل ثلاث ارباعهم وبحطهم وبقليهم شوي صغيره مع البصل والثوم قبل اضافه الرز اللي رح اعمل منه ريزوتو. من بعد ما ترجعوا لعندي رح ارجع كمان نحكي عن موضوع الكيش لورين، عن العجينه وعن الكلاماري المقليين. غادة نرجع لعندك. ميرسي لإلك، بس كيف كانت هذيك الساعة بالكاد؟ واو واو، أحلى من كل الكادرات اللي مرقوا عليك بكل حياتك. 16 سنة تلفزيون صح. بحياتي ما حسيت على حالي إني شاب جميل على الشاشة. شفت؟ شفت؟ هلا يعني شكرا لك عن جد غادة، تغيرت معالمي. بكره رح أقدم على ملكة جمال ال شو؟ الشافية. الشافية. ميرسي لإلك شيف شادي، اكيد رح نرجع لعندك بعد شوي، رح نتوقف نحن وياكم للحظات كمان اعلانيه قليله وبنرجع من تاني.